ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحد الأخوة أرسل لي رابط ويعني يأكد بي أنه قال طعمه تشوف أنت تقول صحيح، أنه أرسل لي رابط مع التدريب مع بايرن ميونخ. قال نفس الكلام اللي تقول أنه التدريبات بسيطة والتدريبات سهلة، وهم فريق يعني خمس نجوم يعني الفرق الأولى بالعالم مصنفة. وأشكره طبعا، وأكد لي قال أنت قلت كثير أنه تمارين هاي الربط اللي مثل هذه اللي نشوفها أمامنا شوف بالشريط يعني مالته بالفيديو كليب اللي بدزيها، قال لي هذه اللي نشوفها هي نفس فكرة كررتها أكثر من مرة، إنه هذه التمارين مهمة بعد فترة الإحماء بها دمج ممتاز بالفعالية. فيقول تابعت أنا، يقول أنا مختص بكرة القدم، تابعت أفلام تعرض بعض وحدات تدريبية للأندية المتقدمة وشفت كل الكلام صحيح. طبعا صحيح لأن أنا يعني رجل مؤتمن على ما أقول، ولا يمكن أن أقول شيء يعني كمن يرمي حجر في ظلمة، لا أنا أقول شيء يعني في الواقع. فهاي التمارين مهمة وهاي التمارين جيدة، وهو قال لو يعني أكون كان ينزيد من هذا النوع من التمارين ونسويها مختلفة وكذا، بالرغم من أنه هذه التمارين ليست جديدة، هاي التمارين قديمة يعني يستخدمها أغلب المدربين، لكن عندما توضع لها خصوصية بالوحدة التدريبية تأتي بعد فترة الإحماء، وكل مرة من المرات في كل وحدة من الوحدات تهدف إلى تنمية وربط الحركات من دون كرة مع الكرة، يكون العمل مثمر ويكون العمل جيد. وأنا قلت كقاعدة هاي ما تأخذ أكثر من 12 دقيقة مستحيل من ضمنها فترات راحة توقفات، لأن هذه التمارين ما بيها شرح، مدرب ما يشرح، هاي فقط عمل 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 عمل. يعني هاي هدية للي أرسل لي الرابط، يعني هو صادق النية، أنا أحب الأشخاص الصادقين النية. فعندنا اللاعبين اثنين والثلاثة عتم كرات، وعندنا لاعبين ثمانية وتسعة عتم كرات اثنين، عندنا لاعبين سبعة ستة عتم كرات، وخلف كل لاعب أكو لاعب، يعني 16 لاعب عندنا. زين، التمرين يبدي من اللاعبين اثنين، هذا اثنين وهذا ثلاثة متسلسل، تمرين بسيط جدا، اثنينهم يبدون سبعة، فيعملون ثلاثة دحرجة، دحرجة أولى 10 ياردة، دحرجة ثانية 10 كلها سبع ياردة، دحرجة ثالثة 10 ياردة مناولة لهذا اللاعب. هذا اللاعب ينتظر بالكرة، ما يتحرك، ما يرجع بالعكس، لا ينتظر، لأن هذا اللاعب اثنين ثلاثة واثنين راح يسوي دحرجة أولى، يسوون دحرجة ثانية ودحرجة ثالثة، ويتبادل الكرة هذا اللاعب رقم ثلاثة ويا ثمانية، بينما اللاعب رقم اثنين تبادل الكرة ويا تسعة. فثمانية يعطي الثلاثة، ثلاثة يردها لثمانية، ثمانية يوقف الكرة وينطلق باتجاه سبعة، بينما ثلاثة انه وين اين ذهب ثلاثة؟ ثلاثة ذهب على مكان هذا اللاعب، الكرة اصبحت عند هذا اللاعب. زين، فنفس الشيء هنا انه من يأتي اثنين دحرجة 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 مناولة، من يناول يلعب مع هذا اللاعب، اللاعب يعطيه تسعة الى اثنين، اثنين يرد الكرة الى تسعة، يثبت الكرة ويروح ينطلق باتجاه ستة، اكو كرتين سبعة وستة، يعيدون يكررون المناولة، فسبعة يعطي المن يعطي إلى ثمانية،
ثمانية يركها إلي، سبعة يوقف الكرة ويروح خلف المجموعة هاي، بينما ثمانية يذهب إلى الكرة، يعني الكرة ثابتة. نفس الشيء هنا، تسعة من انطلق يتبادل الكرة ويا ستة، فيعطي ستة إلى تسعة، تسعة يرتها إلى ستة، ستة يثبت الكرة ويروح خلف هاي المجموعة، خلف مجموعة اثنين، بينما تسعة يذهب إلى الكرة. فتسعة وثمانية يصيروا هنا، سبعة يصير هنا، ستة يصير هنا عندك، وهنا جاء ثلاثة مع الكرة وجاء اثنين مع الكرة واستلم الكرة، خمسة وأربعة يعيدون التمرين بالاتجاه المعاكس، دحرجة دحرجة دحرجة، مناولة ثم يلعب مع هذا، وهكذا. من التمارين الجميلة جدا مطبقة وراح أضعها متحركة، تشوف كم هي هاي التمارين الآن شائعة في مختلف المستويات. هذه الفترة 12 دقيقة الحاسمة عندما ينفذ اللاعبين هاي بسرعة جيدة، الجروبات تشتغل، كل جروب يشتغل واحدة أو يصير تداخل، يعني يصير تداخل معناه آخر شيء من تسعة يوقف الكرة، سبعة يوقف الكرة، سبعة يروح خلف مجموعة اثنين، وتسعة يروح خلف مجموعة ثلاثة، بالعكس زين يصير تداخل. فهذا هو النموذج اللي أتكلم عنه، يكون أكثر وضوح لو وضعناه بطريقة متحركة ميدانية، ويكون هناك إثبات بسيط منظور بالعين يقين يعني بأنه هاي التمارين واحدة من التمارين المهمة في فترات كثيرة من الوحدات التدريبية اللي تتكرر خلال الأسبوع. هناك أنواع، هناك أشكال، هناك تنظيمات مختلفة، هناك أعداد من اللاعبين مختلفة، هناك أشكال للحركات مختلفة، كلها تسعى إلى مهارة بدمج الفعاليات البدنية والفعاليات الفنية. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا.